دعت أوساط سياسية إلى عدم البناء على تعليقات مواقع التواصل لإطلاق الاستنتاجات حول مستقبل علاقة التيار بحزب الله. علقت جهات مسيحية على اجتماع جعجع بما يسمى الجبهة السيادية بالقول من الجبهة اللبنانية إلى قرنة شهوان، فالجبهة السيادية التراجع مخيف. لوحظ أن اسم جبران باسيل بات متداولاً أكثر من اسم نجيب ميقاتي على الموقع الإلكتروني التابع لرئيس الحكومة.